السلام عليكم. دابا الدرس ديال اليوم هو نملاقي داك الفيديو اللي قديم، باردون، درت لكم التكفيفه ديال العنق مع التكفيفه ديال القب. دابا غادي نلاقي القب مع دوره العنق ديال الجلابه باش نكمل الجلابه، غنلاقيهم بالراندا بحيث انني يجيني مقاد يبقى العبر نبقى محافظه على دوره العنق ودوره ديال القب باش يجي داك الشيء عبار اكزاكت. من كاين اللي كيشيط ليها الثوب من القب، ملي كتلاقي القب مع الجلابه كيشيط ليها القب من الجناب بحال ودي ناس كيبقاو خارجين، راه هذاك سي تان ديفو ما خاصوش يكون نهائيا. المهم تبعي الفيديو ديال اليوم، الدرس ديال اليوم غادي تتعلمي تتقني كيفاش تلاقي القب مع الجلابه. نتوما كتشوفوا راه التكفيفه رانا درتها لكم الفيديو السابق بجلابه اخرى، جلابه فيولي بارد، اما هذه جلابه اخرى عاوتاني. ها نتوما ديجا فينيت القب من اللور، راه كلشي خدمته لكم في الفيديو السابق، غير رجعوا للفيديو اللي قبل راه فيه كلشي التكفيفه والفينيسيون، فهمتوا؟ ها نتوما كتشوفوا جات التكفيفه كتجي غزاله، مازال غدوس في كتاخدي شويه شويه هكا كتمشي حتى كتكملي. وفي الديتاي راه كاين في الفيديو اللي سابق، راه كاين كلشي اون ديتاي. اما في هذا الفيديو غادي تلاقي الراندا القب مع دوره العنق ديال الجلابه، غادي نلاقيه بالراندا. ها نتوما راه ديجا انا بديت والحرير ديجا عندي مبروم، برمتو حطيتو، رانا ديجا فينيتو كففتو فينيتو باش نبدا معاكم باش نستغلوا الوقت في الشرح. وفي بالنسبه للسيدات اللي باقي عندهم هذا المشكل غير تبعي وتفرجي في هذا الفيديو وباش تعلمي. وهذا بالنسبه اللي ما مهتماش راه ما غاديش يفيد هذا الفيديو، اولا هي معلمه ما غاديش يفيد هذا الفيديو. اللي انا هذا الفيديو درتو للسيدات اللي مبتدئات. اوكي يلا وخليكم معايا ان شاء الله باش نبداو اجمعين. ونشوف الحرير رانا برمتو، ديجا حطيت الحرير باش يكون عندي موجود باش نبدا نخدم معاكم، ما يحتاجش نبقاو. اوكي يلا نتمنى تستافدوا من هذا الفيديو ان شاء الله، وخدموا خدموا زعموا، اللي باقا ما خدماتش تخدم تزعم، واللي باقا ما دارتش سويفي القناه دير ابوني. وراه عندي قناه في الفيسبوك هناء بيرلاج، دخلوا عندي الفيسبوك راه عندي فيها دروس ديجا كثار ما شاء الله لا قوه الا بالله، داكشي زوين. انتما كتشوفوا التكفيفه راها رائعه غزاله، بلا ما حتاج تبقى دي جلابسك عند الخياط يكففها لك، كفي راسك وتعلمي تكفي راسك وتعلمي تخدمي جلابسك راسك. انتما كتشوفوا ملي كنقلب القب هذا العيب هذا راه كيجي لتحت ما كيبقاش باين الفوق، فهمتوا؟ كنتمنى الفكره تكون وصلت. انا خديت دابا ايبانكل باش غنثبت الثوب ديالي باش ملي نخدم ما بقاش الثوب تابعني، كنثبتو مع الوسيده ضروري من داك الوسيسيده صغير راه كتكون كنحطها وكنثبت عليها الثوب ديالي. ايوا انا ديجا بديت، راه ديجا تسالى ليا الخيط، رانا بديت خيط اخر نخدم عليه شي شويه. الحرير الصابره هو هذا اللي كنخدم به انا، كيكونوا فيه اربعه ديال الشعرات، كناخذ ثلاثه كنبرمهم كيبقى واحد كنزيد عليه عاوتاني وهكذا كنبرم على ثلاثه. انا جو بريفير نبرم على ثلاثه، كاين على جوج كتجي رقيقه بزاف ولكن هذيك ثمنها بوحدو زايده شويه في الثمن. كندير الحرير على ثلاثه هي اللي زوينه متداوله، اما على اربعه راه كتجي سواق، هي كتجي الراندا غليظه. كناخذ شويه من الثوب البنات، نبدا شويه مي با ميليمتر، كنفوت ميليمتر كنبدا. ها نتوما شويه من الثوب وكندخل ديما تحت من الخيط. اوكي نتوما كنشد الراندا الغرزه الوسط. اوكي ها نتوما نتمنى يكون الشرح مبسط وتستافدوا وتعم الفائده. ونخشف الثوب وكنشف نتوما، نخشي دابا في الراندا نخشي دابا في الثوب، كنفوت ميليمتر وكنخشي ليبرا. اوكي دابا نخشي في الراندا، هنا درت غير غرزه وحده حيت غير ملاقيه هاد الخيط، خصني نحيدو
الخيط اللي بقى ليا من الحرير الاولاني، وكنحاول نزير غير شويه، ماشي نزير بزاف، ما تجينيش الخدمه مزيره، غير شويه نزير هكذا وصافي، تجي الخدمه متقونه وصافي. الجهد اللي نتوما ناخذ شويه من الثوب، ناخذ شويه من الرنده، غرزه الرنده غرزه وحده صافي. شو كيفاش الطريقه؟ راه سهله، واللي ما بانش لك زومي ديري شارجي الفيديو يبقى عندك وزوميه وشوفي الطريقه كيفاش، باش تعلمي اللي باقا ما تعلمتش وباغا كتمنى انها تعلم الملاقيه ما بين القبو والجلابه، راه هذا الدرس غادي يفيدك بزاف. غرزه كنرجع نضرب في دوره العنق ديال الجلابه، راه اميلي ما تخل بنات ما تفوتيش، باش ما تجيكش داكشي مراجل، باش العبار كيجيك القب مع دوره العنق كيجي داكشي عبار، ما يشيطلكش القب هكا كتبقى داك الودينات ديالو مطنشين، فهمتوا؟ كتخسر كيمشي لك العبار كيخسر لك، فهمتوا؟ الخيط قدامي ها قدام كيكون على شكل دائره هكا، شو الغرزه كنضرب في الغرزه الرنده تما تحت من الخيط، ماشي من الفوق، اسمحوا لي، كتخشي من تحت الخيط، الابره كتدخل من تحت الخيط، ها نتوما شتو من تحت من الخيط هاك ها صافي، تجري الابره. انا كنحاول مره نشرح للسيدات اللي عمرها ما شدت الابره وباغا تعلم الرنده، غير زعمي وتعلمي انتو. ودابا انا غدا هي اش غندير، غنشد في الثوب باردون، غنخشي الابره في الثوب اميلي خدمه، ونخشي الابره تحت من الخيط ونجرها لعندي هانتوما شو هانتوما، نتمنى الشرح شو الخيط كيفاش غادي على شكل دائره هانتوما ها هي دائره الخيط قدام عيني، والابره بحال غندخلها وسط هذيك الدائره ها باش كتكون لي الغرزه الرنده، شتو كيفاش ها صافي، شتي كيفاش؟ ايوا ملي كنكون غادره الخيط لهي، ملي كنكون جايه ثاني الخيط هنا. اوكي نتمنى تكون ها انت، انا دابا انا راجعه، ملي كنكون راجعه الخيط رانا ديته لهي ها الخيط راه لهي حيت انا جايه هنا، دابا الخيط هكا على صبعي كنجي كنخشي في غرزه الرنده. راه كتشوف واحد التقيبه كتكون تكونات لك تما ديال الغرزه، ديك الغرزه كنخشي فيها الابره بشويه، ما تخافيش الابره راه ديال الرنده، ما كتكون شويه مغليضه ها نتوما ها نتوما شتي شتي كيفاش، ونحاول نزير بشويه كنفوت اميليمتر، كنخشي الابره في الثوب كنعاود نخشي في الرنده الوسط، عندي غير غرزه غرزه حيت على الملاقيه انتو، غادي نكمل الجلابه ان شاء الله، مازال نخدم معكم رشمه بالجلابه، نشوف شي رشمه زوينه نديرها لكم جلابه غنحطها معاكم ان شاء الله مباشره، ندير لكم اللايف ونحطها نرسمها تما الخيط تعكس ليا، نشوف مالو واقيلا نقطعو من داك بلاصة العقدة باش حتى أنا نتهنى ونشوف، سمعنا تعكس ليا هادي بلا مشطراجة، نشوف من هنا أنا الخيط تعكس ليا الخيط مع المقص، كنجيب المقص كنضرب جهة العقدة صافي ونكمل،
شنو هاد العقده ما بينك؟ شوف ما عرفتي كي دارت تعقدات. والو ما بغاش يتجر. شوش نبقى سولع يفقني. نشوف حيد نشوف دابا نشوف زيد وقيلا نقصك. مال هاد العقدة منين جات؟ نحاول معاها بلطف وصافي ندير معاها الخاطر تتحل. نشوف وأخيرا وأخيرا إيوا راه خصك ديري الخاطر لا تعقد لك الخيط. ديري معاه الخاطر بشوية و تيتحل وصافي. ما علينا شنو كنا كنقولو؟ ما شنو كنت كنعاود ليكم. درت دابا فرصة الراندا. إيوا ندير وحديتو مغزال. دابا كنمشي أميليمتر وكندخل ليبرة ديالي. أوكي هانتوما غير بلطف شوية باش تعلمي. دابا نرجع للراندا حتى أنا دايرة غير ملاقية بغرزة وحدة وصافي. كنتمنى تكونوا كتستافدوا. كيف قلت لكم البنات رانا عندي قناة في فيسبوك هناء بيغلاج. دخلوا ليها راه فيها العجب ديال الطرز، الانواع ديال الطرز. فيها التنبات بالعقيق، الانواع بالتنبات ديال العقيق. رشيمات غزالين هماويين، حاطه موديلات غزالين ديال القفاطان ديال التكاشط ديال الجلالب ديال موديلات واعرين. داكشي كيحمق. الراندا خدمة معكم. اي حاجه حطها في القناه ديالي في الفيسبوك هناء بيغلاج. كنتمنى تدخلوا عندي الفيسبوك. اللي باقا ما دخلاش تدخلوا ديري سويفي وديري ليا خلي ليا كومونتير وخلي ليا وعاونوني بنجيمات يا البنات في الفيسبوك باش انا قناه ديالي تنجح. ونبقى ديما نحط لكم الفيديوهات، نبقى ديما نحط لكم الدروس وهكذا نستافدوا كاملين. وشكرا شكرا شكرا على داك على الناس اللي ديجا عندي في القناه وكيخليوا لي كومونتير زوين. شكرا لكم بزاف والله. كنقرا لي كومونتير ديالكم كنفرح بزاف. شكرا حتى انا كنبغيكم بزاف بزاف. وما نبخلش عليكم اي فكره. اي موديل خدمناه في المدرسه رانا نحطو لكم. اي موديل خدمتو تكشيطه قفطه كما كان رانا نخدمو معاكم. ولا كنت عندي اللايف بحال ديما رانا نعلمكم نخليكم نخلي لكم اشعار بانه راه غادي يكون لايف للساعة كذا في اليوم كذا باش كلشي يستافد. وحتى بالنسبه للسيدات اللي كتكون ما مساليش مثلا في داك الوقيته رانا اللايف كنخليه ندير له اونغوجيست كنخليه على شكل ريل في القناه باش وقت ما ساليتي تدخلي تفرجي وبارطاجي مع صحاباتك ومع السيدات اللي عرفتيهم باغيين يتعلموا. وهكذا تعمل فائده وصافي كتبقى صدقه جاريه وصافي. ما علينا. المهم نتمنى يكون الشرح ديالي مبسط وتكونوا كتستافدوا. شكرا البنات شكرا. اللي باقا ما تابعتني تابعني واللي باقا ما هذا وشكرا شكرا بزاف. المهم انا وقيلا ما نكملش معكم القب كامل حيت نفس الخدمه انا غاده بها هي هذه نفس الشيء راه مبقى حتى الاخر. فهمتوا مبقى نكمل دورات ديال الجلابه مع دورات العنق ديال باغدو مع دورة القب نكملهم. جيني عبارة داك الشيء مازال نخدم معاكم. الدرس رانا حطيته لكم، الدرس ديال القب رانا حطيته لكم. نتمنى تكونوا استفدتوا منه. شفتو الطريقه راه هي هذه. كتبقاي غاده بها كتاخدي من الثوب من هنا تخشي في الغرزه الوسط كتاخدي من الثوب الاخر عاوتاني كترجعي تاخدي من الغرزه تاخدي من الثوب وانت غاده بحال كتجمعي ما بين القب وما بين العنق. جمع من هنا ومن هنا حتى كتكمل وصافي. هادشي اللي كاين. عمليه سهله غير زعمو اللي باقا ما زعماتش تزعم. اللي باقا ما زعماتش تزعم. ايوا هاد البرد راه دابا دخل البرد صافي. بينوارات وتركوات الصوف وتقاشر
حال برد. يلا البنات سنتوما الشرح ديالي يكون مبسط وتكونوا كتستافدوا منه. شو كيفاش هانتوما الفيديو راه موضح راسو، الشرح كنتمنى يكون وصل لكم، الفكره تكون وصلات وطبقوا البنات اللي باقا ما زعماتش الزعم. وراه ديما تلقاو عندي الجديد البنات اللي عندي في الفيسبوك، راه عندي قناه ديجا في اليوتيوب هناء بيرلاج، دخلوا ليها حتى هي وديروا ابوني. واللي عندي في اليوتيوب دخلوا عندي الفيسبوك ديروا سويفي. المهم راه الجديد اللي لحتو هنا ما كنلوحو هنا، بارفوا ما كنلوحش نفس الفيديوهات اللي هنا كنغفل. كاين عندي فيديوهات زوينين في الفيسبوك ما لايحاهمش في اليوتيوب، كاين تاني اللي في اليوتيوب وما دركتش نلوحو في الفيسبوك. فهمتوا؟ استافدوا هنا وهنا وصافي. الفيسبوك كنلوح على قبل السيدات مساك اللي ما عندهمش اليوتيوب، كيديروا غير نجمه 6 حتى هي تستافد. علاش لا؟ كلشي يستافد، كلشي استفاد. ديري شارجي الفيديو يبقى عندك في غالغي وبقاي تفرجي وقت ما كنتي جالسه تفرجي وعاودي تفرجي وعادي تتزعمي وتعلمي تخدمي وشكرا البنات، شكرا بزاف، كنشكركم كنشكركم بزاف. والطريقه نتوما كتشوفوا، خليكم حتى تكملوا الفيديو حتى الاخر. عطي الخاطر راسك، بغيتي تخدمي الراندا ولا تخدمي الدرس راه خصك الخاطر، باش كتمشي بالدقيقه بالدقيقه راه كضربي عاد اميليمتر اميليمتر من التوب وانت غاده بشويه 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 حتى كتكملي الجلابه ديالك. علاش كتلقاو الجلابه بالراندا كتنقام غاليه؟ الراندا ماشي هي القيطان اولا، غير مثلا هكا عين وعقده اولا شي حاجه بالماكينه، حاجه الماكينه راه رخيصه، مي الراندا راه دايره الثمن، دايره الثمن حيت خدمتها تاني راها صعيبه. انتما كتشوفوا كيفاش كتبغي الوقت وكتبغي نانت. مصايب الحرير كيتعقد ليا عرفتش علاش حلو. نخشي هنا اميليمتر ونخشي نبرا، راه مع المداومه غتولي عينك مزيان مع العبار ديال التوب، ما تبقيش تعبري بالميسطره فين ما درتي بالميسطره، تولي عينك مزيانك مع العبار فهمتي. والعبار ما تزيدي ما تنقصي اميليمتر و اميليمتر باش ما كتجيكش يجيكش هاد الجهه مع هاد الجهه مراجلين فهمتو. كيجي العبار هو هذا، كتجي الراندا كتكون مصلوحه كاع من الاول، كتبان لك الخدمه واش غاده مقاده ومتقونه ولا لا فهمتوا. هو الفكره هي هذه، ونتمنى تكونوا استفدتوا. الى فيديو قادم ان شاء الله، وديروا لي لايك، خليوا لي لايك باردون، خليوا لي كومونتير زوين. وراه ديما تلقاو عندي الجديد، خليكم معها انا بيرلاج. دابا غنمشي هنا نكفف هاد الجلابه، ومازال ان شاء الله فيديو اخر ندير لكم الفتحات العنق كيفاش كداروا، الجهه اللي كنكفوا منها والجهه اللي ما كنكفوش منها، وداكشي بالتفصيل مبسط ان شاء الله. المهم غنخليكم مع الفيديو ديالي الفيديوهات ديالي، راه ديما تلقاو الجديد وتستافدوا ان شاء الله. وشكرا، الى فيديو قادم ان شاء الله.